بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو أن يجدكم هذا الفيديو بصحة وسلامة وعافية أينما كنتم جميعا. اليوم كما هو مبين في الفيديو سنقوم بتحضير البيتزا. هذه البيتزا يعني فعلا جد لذيذة، ومن كيلو فقط من الدقيق أو الفارينة خرجوا كمية كبيرة، يعني خرجوا واحد 40 حبة تاع بيتزا تكفي العرادة، وإلا تخبوها في الكونجيلاتير لطول الشهر ولا كيما حبيتوا. لهذه الوصفة نحتاجوا على بركة الله كما قلت كيلو تاع فرينة أو دقيق أبيض. هذه الفرينة نصفيها أول شيء، نصفيها لأنه أي مخبوزات أول شيء لازم نصفيه الفرينة، ما نقدروش نحطوها ديراكتونا ونخبزو. إن كنت ترى الفيديو نتاعي هذه أول مرة سأكون سعيدة باشتراككم في القناة ودعمكم لها، ولا تنسوا تفعيل الجرس واللايك كي يصلكم كل جديد. هنا بعد ما صفينا الفرينة نحطو هنا زعتر، يعني تحطو زعتر بري ولا زعيطرة ولا أوريغانو، ولا تستغنيو كل واحد كما يحب. أنا عندي ملعقة ونصف من السكر، ملعقة ونصف أو ملعقتين من الخميرة الفورية تاع الخبز. نخلطو المكونات كامل مع بعضها، هما شايحين هكا ساكن، خلطوهم مع بعضهم. بعد ذلك نحطو كأس من الحليب الدافي، نفس الشيء كأس الحليب تقدروا تستغناو عليه وقد تقدروا تديروه، يعني هو كمحسن اللي عنده أطفال أحسن شيء إنه يدير بالحليب. هنا نبداو نلمو في العجينة تاعنا. هنا أنا الكيلو نصف خذاو مني كأسين ونص من كأس حليب وكأس ونص من الماء. الكأس السعة نتاعو 220 مليلتر. هنا دائما دائما المخبوزات تكون العجينة تاعها طرية. في المرحلة هذه أضفت الملح، بعد ما خلطت كل شيء أضفت الملح. نفس الشيء هنا في المرحلة هذه باش نخبز مليح زدت حوالي 3 حتى 4 ملاعق زيت من الزيتون. تقدروا أنتم تستبدلوه بالزيت النباتي. هنا تحصلت على هذه النتيجة بعد الخبز، خبزتها شوية كانت يعني جد طرية كما راكم تشوفوا في الفيديو. هنا في المرحلة هذه نتركوها تخمر، كل واحد حسب درجة الحرارة تاع الغرفة نتاعو، من 20 حتى 40 دقيقة، يعني عادة تأخذ حسب يعني درجة الحرارة تاع الغرفة وحسب الخميرة يعني مليحة ولا الكيميائية. بعد ما خمرت نرجعو ليها، نخلوها هكا، لا نخرجولها التخمر نتاعها ولا شيء، نخلوها فقط هكا. نأخذو البلا اللي راح نطيبو فيه ندهنو يدينا شويه بزيت، وبعديك نديرو كويرات صغيره كما نحبو نديرو المسمن او المحاجب، كويرات صغيره جدا نشكلوهم يكونوا قد بعضهم تساوي، نحطوهم مباشره في البلاطو اللي راح نخدمو به. كما هو مبين في الفيديو نعدلوهم مليح، وبعد ذلك نبداو نفردوهم نحلوهم في وسط البلاطو، لان هالعجينه تكون طريه يعني باش ياخذوا الشكل نتاعهم. انا يعني ما احتجتش الحلال ولا شيء، بيدك بركه تقدر تحليهم. هذه البيتزا فعلا صحيه ومليحه، وهذاك الكو تاع الزعتر يعطيها يعني فريم طعم مميز. يعني الزعتر عندكم اختيار ديرو او زعتر بري اللي نشربوه العادي، او زعتر او اوريغانو يعني، ولا تستغناو نهائيا، ولا تعملوا اي اعشاب منسمه اخرى يعني كيما البازيليك اللي هو الحبق، ولا ليزارب دو بروفونس، يعني كل واحد يدير الاعشاب المنسمه اللي يحب تطلع من تاعها لكون تاعها، ولا تستغناو اساسا. هنا نفرد، بعد ما نفرد نجيبو نحطو ديراكت فوق العجينه زي ما هكا. صلصة البيتزا هنايا درتها، ما شاركتش معاكم الوصفة، لكن هي عبارة عن نصف كيلو تاع طماطم نقشروها نزعلوها قشور نتاعها، وحبة كبيرة تاع بصل، وشوية ثوم بودر، وشوية تاع الفلفل الأسود، ملح، وأعشاب منسمة حسب الرغبة، وحطوهم كل مع بعضهم يطبخوا حتى ينشفوا وتتحصلوا على بيتزا صلصة تاع طماطم تكون مليحة. أنا حتى لو طلع عليكم الفيديو ما شاركتهاش. هنا نحطو صلصة الطماطم هي الاولى، ما نكثروش نديروها شويه بركه تاع
كما هو مبين عندكم في الفيديو هذا. بعد ذلك التزيين، انتم احرار ديروا فيونداشي، بصح الفيونداشي لازم طيبوها قبل، او ديروا قطع صغيره من الدجاج، صدر الدجاج، او ديروا زعما كيما انا هكا درت سمك مدخن هنايا، نوع من انواع السمك المدخن، او ديروا شويه تاع الطون، او ديروا من غير، انه هذا البلاطو درته بهذا النوع، البلاطو الثاني راح نديرو من غير شيء، معناها نص نديرو هكا ونص نديرو هكا على حسب رغبه كل واحد. بعد ذلك نحطوا جبنة مبشورة فوقها. البيتزا هذه حاجة أخرى، يعني تقدروا تخبوها، أنا عادة نعمل هكا كمية كبيرة تخرج لي 40 حبة، ناكلوا اللي ناكلوا في هذاك النهار والباقي نخبيه في الكونجيلاتير. وكي تحبوا تخرجوها خلوها تخرجوها 10 دقائق، وبعد ذلك حطوها ديركت في الفور، ما تسخنوهاش في الميكرو وايف أو الميكرو أوند، ديركت حطوها في الفور، راح تتحصلوا على نفس البيتزا تاع النهار الأول. يعني هذه يعني دي معنا معتمدتها، يعني نهار ما نطيبش ولا حاجه جبت لهم البيتزا هذه. هنا هذا البلاطو نفس الشيء راح نشارك معك مره اخرى، راح نديرها من غير شيء، هذه البيتزا راح تكون عاديه من غير شيء، ولا فقط طماطم وفرماج، وفعلا تكون لذيذه حتى هي مليحه. يعني انا انصح كل واحده انها تجربها، لان هذه فعلا وصفه معتمده عندي، وهذه الوصفات اللي نشارك فيها معاكم اون سمومو هما فقط الوصفات اللي معتمدتهم عندي مدة طويلة في حياتي، وناجحين وملاح، يعني كل الناس يحبوهم، حتى الكبار ولا صغار، اي حد يحبهم يلقون دحم. انا نفس الشيء ها حطيت طماطم، فقط طماطم، بعد ذلك نحط شوية جبنة زيتون وخلاص على هك. يعني البيتزا عندكم الحرية، حطوا فيها وش تحبوا، قادرين تقطعوا شوية فلفل ألوان ولا فلفل أخضر وتحطوه، قادرين تحطوا فيها أي شيء، هي البيتزا الحاجة الوحيدة اللي تحطوا فيها أي شيء انتم تحبوا. أرجو دعم القناة باللايك وبالاشتراكات وبالبارتاج، وشكرا لكل من دعم هذه القناة. هنا يعني أحسن شيء اللي تحب تدير بيتزا ديرها مرة واحدة، من جهة اقتصادية ومن جهة تنقص عليها وقفة تاع الكوزينة، ما تضلش كل شوية هي وقفة تدير في البيتزا، لأن هالبيتزا كما نعرفو تاخذ اليد على الأقل، تقعدي معاها من ساعة ونص لساعتين وانتي في الكوزينة طيبي. فأحسن شيء ديروا بيتزا تاع شهر كامل، وقسموها مثلا على 4 مرات ولا 3 مرات على افراد العائله، وكل مره في الاسبوع اجبدوا وجبه تاع بيتزا مع شويه سلطه وخلاص، يعني هي تصلح. ولا في فصل الشتاء مع شويه تاع سوب، سوب تاع خضار ولا شوربه عدس ولا اي سوب، يعني هي مليحه تنفع في الدار. هنا انا خرجتها من الفور للبيتزا الاولى، عناني تحصلت يعني هي الكمية كاملة تحصلوا تقريبا 3 براتوات كما هذو، يعني يصلحوا ثاني العرضة اللي عندها عرضة تصلح لها. وشوفوا البيتزا كيفاه، فعلا يعني خفيفة وطرية ومليحة وشهية كبيتزا فردية، يعني مليحة، أنصح كل واحدة بتجربتها، واللي جربتها شهية طيبة. والآن لا يبقى لي إلا أن أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى فيديو قادم إن شاء الله تعالى.